ان شاء الله كويسين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في كل مكان. الناس اللي اتلموا الان على محبه امام الشاشه لحضور هذه الحلقه من شو الريد، ان شاء الله يستمتعوا بها يا رب. الطير، وانا يا طير بشوفك. كتب عن الطيور كثير جدا، من الطير المهاجر وما الى ذلك. انا يا طير ما ادراك، انا يا طير تقريبا برضو واحده من الاغنيات في عبيد عبد الرحمن، تشبه لغته برضه، واحدة من الأغنيات القريبة جدا لوجدان الناس. في المحنة، محنة رهيبة يعني. أنا يا طير موله، قال لي حزنانا لأني بعد ذاك حتى ما لنا وحيد يا عمال وحيد، يعني شجن مبالغ فيه. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذنا، مرحبا بك يا محمد، ومرحب بكل مشاهدي قناة الشروق واللي انضموا لنا الآن لمتابعة برنامج الشوق الريد اللي واقفين فيه بكل حب وريد في تجربة الفنان إبراهيم الكاشف. تسلم يا رب أستاذنا السراج. في سؤال أنا كان سألته في واحدة من الحلقات لنجل الفنان العظيم أحمد المصطفى، لكن برضو حابين أنت كباحث في المجال تضيف لي له إجابة، يعني اللي هو تنوع الشعراء بالنسبة للرحل المقيم إبراهيم الكاشف. يمكن هي في تجربتي في فنان بتلقى شاعر حظي بقدر كبير من الأغنيات كحال عبيد عبد الرحمن مع إبراهيم الكاشف، أو فضل الله محمد مع محمد اللمين، وبازرعة مع عثمان حسين، وإسماعيل حسن والحلنجي شبيكة وفنان عاصم وردي صحيح. لكن برضو الفنان محتاج لفكرة التنوع، وده لإثراء التجربة، لأنه أي شاعر بيكون عنده مفردة مختلفة عن الشاعر ده بديك ميزة التنوع. أنا يعني لو جربت المثل اللي جيت في التجارب لاحقة بعد إبراهيم الكاشف، لو لاحظنا لتجربة زيدان إبراهيم أو حتى حمد الريح، يمكن من أجمل الأغنيات في تجارب حمد الريح أو زيدان كانت من الحانهم، ولكن بعد قدرتهم العالية في التلحين فتحوا التجربة لملحنين آخرين صحيح. فأضافوا لها ميزة التنوع والسرعة. عشان كده مهم جدا إيه فنان يتنوع في اختيار الشعراء. يمكن تجربة عبيد مع إبراهيم الكاشف يعني حظيت بقد أكثر قدري من الأغاني اللي غاربت قريب العشرين أغنية. وإذا نحن بنتكلم عن الكاشف المجدد بالضرورة محتاجين نجيب برضو عن عبيد عبد الرحمن المجدد، لأنه زي بالقبيل بنتكلم إنه الشاعر هو السبب الرئيس في خلق الأغنية. نعم. وهو يمكن بضع الملامح الأولى للحن. صحيح. إذا كان الكاشف مجدد في التأليف الموسيقي، إذا عبيد جزء من التركيبة المهمة بتاعت الكاشف دي اللي هو بمفردته الجديدة اللي فيها أخيلة وفيها معاني وفيها مضامين مختلفة، قدر يسوق الكاشف برضو لبراحات وفضاءات لحنية جديدة. نعم. تسلم يا سراج. أنا يا طير بشوفك، أخونا عماد الفنان برضو خلال الأغنية عندها وقع عليك، زي ما هي عندها وقع على أي زول تغنى بهذه الأغنية من فنانين شباب أو كبار يعني. نعم. والله أغنية أنا يا طير برضو من الأغاني اللي ممكن تقول عليها مجازا، هي مخاطبة غير مباشرة. اللي هو في النهاية هو بيدعو الحبيب يعني. نعم. من خلال الطير. نعم. نعم. أنا يا طير بشوفك محل ما الطير بشوفك. محل ما الطير. حال تغني. نسمع. نعم. نعم. Thank you.
بشوف انا يا طير محل ما اطير بشوف ارحال ارحال وبتغني وحبيبك معاه اهو حبيبي ما بعني انا يا طير انا يا طير بشوف ارحال ارحال وبتغني وحبيبك معاه اهو حبيبي غاب عني انا يا طير انا يا طير بشوف انا يا طير مولى محزون اللي قلبي انا يا طير مولى محزون اللي قلبي انا يا طير مولى محزون اللي قلبي وحيد حبيبي غاي آه يا طير وتاني علي مصاي من أدهى الغرايب لي أقرب حبايب صدوا بيدوبي أنا يا طير أنا يا طير بشوف يا ريت 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 يا إلى صان ويل وفي الأشجار نقيل يا طير وفي الأصان ويل وفي الأصان أفنان أغني أنا يا طير أنا يا طير بشوف أنا يا طير أنا يا طير بشوف محل ما اطير بشوف انا يا طير انا
انا يا طير بشوف شكرا جزيلا الفرقة المصاحبة. شكرا عماد أنا يا طير بشوفك. وأستاذنا سراج في عجالة برضو في واحدة من النقاط المهمة جدا مفترض نتكلم عنها اللي هو الرحلة المشتركة ما بين الفنانين إلى جمهورية مصر العربية وقتها، ولا بد من نتكلم عن الموضوع ده شوية كده. فيه أنا قبل ما أتكلم عن الشعراء في مصر والمبدعين السودانيين في مصر حابب أعلق على أغنية أنا يا طير. يمكن نحن لو عملنا الحاسة السادسة قد ترى هذه الأغنية عندها أجنحة، وده بأكد عبر غير الكاشفة اللحنية وقدرته على تصوير الكلمات، ويعني بتجاوز بيك فكرة السمع لأنك تشوف المفردة وتتحسسها. وده جزء قليل من عبقرية إبراهيم الكاشف. صحيح. بخصوص سؤالك، يمكن جمهورية مصر العربية خلينا كان يمكن نقول هي خلينا نعترف أولا أن إحنا مصر عندها تأثيراتنا، التأثيرات علينا يعني. ما ننكر الحاجة دي بالذات على المستوى الموسيقي والغنائي. بتجد معظم الفنانين السودانيين يتأثروا بالمدارس المصرية الغنائية يعني زي محمد عبد الوهاب والصنباطي والموجي فينا، حتى فريد الأطرش يعني هنا تسمى عليه وعثمان الأطرش، عشا الفلاتية تسمى عليها على أم كلثوم السودان. كان تأثيره في التجربة الموسيقية السودانية كان تأثير كبير جدا، حتى يمكن جزء كبير من الفنانين السودانيين استلهموا منهم فكرة المقدمة الموسيقية. يعني بالذات الحقيقة بتتضح أكثر يعني التأثر الواضح كان في تجربة محمد اللمين واهتمامه بالمقدمات الموسيقية. ورد ذات وأظن يهتم يعني كان المقدمات الموسيقية بتكون على نسق المدرسة المصرية. بخصوص الشعراء الموجودين هناك اللي كان بيحجلوهم الفنانين اللي هو ممكن أبرزهم شاعر عبد المنعم عبد الحي اللي هو هاجر من بدري جدا لجمهورية مصر المصري. كان في الجيش المصري كان ضابط ويمكن كتب يعني الغنى اللي تغنى لعبد المنعم عبد الحي ما كان هو موجود في السودان. بعد ما نضجت التجربة يمكن كان أول زول يمكن قدم عبد المنعم عبد الحي خلينا نقول هو سيد خليفة. نعم. اللي حظي منه بأعمال كثيرة جدا أشهر المامبو السوداني وابن عشك يا قماري. صحيح. وفي إبراهيم عوض غنى له الدنيا ومنى وأحلام. صحيح. عبد العزيز محمد داود غنى له الدوام بطرام. حمد الريح ما بين اليغيظة والأحلام. أحمد المصطفى غنى له فارق لا تليم وغنى له أنا من درمان. يمكن في شاعر ثاني صح كان في غزارة بتاعت إنتاج إن عبد المنعم عبد الحي، في شاعر كان موجود هناك بهو المهندس بشير عبد الرحمن. وبشير عبد الرحمن يمكن التاريخ الغنائي ما رصد له إلا أغنيتين، بنت النيل اللي تغنى بها أحمد المصطفى وكتب الجزء الأول، الجزء الأخير اللي فيه الكسر بتاعت ده جنن عبد القادر طبعا دي كتبها الجاغريو. عنده الأغنية الثانية اللي اشتهرت اللي هي ساكن جبال التاكا. غير كده بشير عبد الرحمن ما عرفت له أغنيات كثيرة. ممتاز. طبعا برضو حنضيف لي كده دخول آلة القانون في موسيقانا، تسجيل الأسطوانات في الزمن ذاك ما كان متاح إلا في جمهورية مصر العربية. شكرا أستاذنا سراج، شكرا عماد على هذا الأداء وعلى هذه الحلقة. شكرا لكم في كل مكان لحسن المتابعة لهذه الحلقة من شوق الريد. غدا لقاء جديد، خلوا بالكم من روحكم.